ازاي حضرتك يا استاذ محمد؟ نورنا النهارده. عايزين نبارك لحضرتك على التكريم بتاع النهارده وعلى المسلسل بتاع حضرتك في رمضان، وعايزين حضرتك تقول لنا بقى اكتر رد فعل جالك بسطك واكتر رد فعل ضايقك على المسلسل. لا طبعا انا سعيد جدا في الدوره العاشره من مجله همسه، ان هو الاستاذ فتحي يعرض عليا ان هي كرمني وكده. واللي ساعدني اكتر ان الدوره دي باسم زميلي وحبيبي دفعتي توفيق عبد الحميد. ايه الكلمه اللي ممكن حضرتك توجهها للاستاذ توفيق؟ اقول له ارجع يا وحش، ارجع يا وحش، اثبت وجودك وانت ثابت وجودك من زمان. ها انا عايزينك، واحنا كمان كممثلين عايزينك. طيب حضرتك كنت بتعرض في الفتره الاخيره عيله الفقري، وعايزين نعرف بقى هل في يعني منتظر في الخطه اللي جايه انك تعمل سيزون جديد، ولا ايه الخطه بتاعتها في الفتره اللي جايه؟ احتمال اعمل مسرح جديد كده اهو، بس مسرحيه احتمال اعرضها في فرنسا، احتمال كبير. هل حضرتك اتقبلت خلاص وبتصور ولا لسه هتبدا بروفات؟ لا لا، هو دلوقتي شغال معاهم بروفات هناك، وبعت لي النص ان هو بحيث ان احنا في شهر 10 ان انا اروح قبليها باسبوعين او 10 ايام نربط مع بعض. تمام. دي مقرر ان هي تتعرض امتى ان شاء الله؟ في شهر 10. شهر 10 فرنسا. ايه خطه حضرتك في الدراما وفي السينما في الفتره اللي جايه؟ هو لحد دلوقتي ما فيش حاجه، هو اتعرض عليا كلام لكن ما مضيتش، طالما ما مضيتش ما اعرفش اقول انا ايه. ميرسي ليك يا استاذ محمد. شكرا.